السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، شلونكم؟ الله يعطيكم العافية، والله يمسيكم وأمام النبي يا شباب. بفيديو جديد، والفيديو متأخر، وبعتذر كتير 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 إني أخرت الفيديو. الفيديو لازم يكون امبارحة، بس امبارحة صار معي شوية ظروف ما حسيت أسجل الفيديو، بس من كتر ما يعني انطلب مني بالتعليقات إن شاء الله بدي أعرضه، ولو كان متأخر لبعد يوم. هو عرض النتائج السرطان، وبس مو بس بدي أحكي بس عن النتائج، بدي أحكي كمان عن التحديث الجديد إن شاء الله. تحديث جديد لسه عم بجمع المعلومات عنه، بدي انزل عليه فيديو لحواله، فيديو خاص. ليش؟ يعني ما بدي احكي بهلا هلا، بس عن نتائج السرطان. بشوف فرجيكم عنكم الجلام، وفرجينا عنهم بتركيا. بالنسبه نحن هون بتركيا، فرجيكم عنهم هون المحلي، لو وصلوا العالم وصلوا لارقام خياليه. فرجيكم عنا بالجلان اصدقاء، انا مالي وصل حسابي على الفيسبوك، ما بعرف ولا اصدقاء. فالمهم بدنا نحكي شوي عن السرطان، ونحكي شوي عن التحديث الجديد، مو كله ان شاء الله. بنشوف شباب السرطان راح، وهذا من احسن السرطانات اللي بيجي، يعني هذا الظهور الرابع له، هذا احسن شيء. الاول اجا كان عادي جدا، والثاني والثالث، بس هذا احسن شيء له. واستثمرته انا، بس ما استثمره كتير كتير. ليش؟ انا كان علي ضغط فيديوهات، يعني الناس اللي استغلته واللي استفادت منه. انا ليش؟ انا بصور فيديو بروح معي وقت تصوير فيديو، وقت المونتاج، وقت اللباس، ووقت الرد على التعليقات، يعني بياكل اكتر. يعني ما كنت شايفين شباب هون، يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني ما بعرف اذا حد هلا متابعين عنده بالدولة، عنده مثلا كان بألمانيا، ولا كان بلبنان، ولا كان بالعراق، ولا كان بليبيا، ولا كان مصر، يفرجيني عجب مين اقوى شيء. يعني حد وصل لل 98 هون بالنسبة عنه هون في تركيا، يعني 98 شباب، 98 يعني شيء خرافي. هذا اكيد ما وقف البوست، اكيد اكيد ما وقف البوست ابدا. وبيجي الثاني 96 او 89 ولا 82 81، تعال لكم شوف كم واحد، يعني 1 2 3 4 5 6 81 6 81 وصلانين، وكلهم يعني اول واحد. هلا انا هو مالي، انا اخر شيء يعني 4012 39، انا وصلت 39، 4012 يا شباب، ارقام خياليه جد، شيء بصدم. يعني انا تقييمي 4012، انا تقييمي وش تقولوا 4011 وصل 39، بس انا يعني اخذت 39، بس ما بشرت، ما ضحكت، يعني ما هجمت على بعد ابدا، على العربي ما هجمت. هلا 39 بالنسبه لنا كويسه، بس هدول يعني اقل واحد بالعالم يدخل بال 50 شخص، ياخذ قد ياخذ 62 نحن نحلم ندخل فيها 62. هلا عبد، هلا بشوف عبد، عبد وصل ل 49، لو مكمل كمان، لو شد حاله شوي كمان هو التهى، لو شد حاله كمان دخل كامل عالمي. بالنسبه للمحلي، يعني المحلي هذول كلهم تراك شباب، كلهم تراك. يعني تخيلوا انتم على 98، يعني تعشى 98، هذا شد كام مع موارد؟ موارده كلها كب، كلها راحت على الكب. هو استفاد اكثر شيء بالبوست، استفاد اكثر شيء بالبوست، واستفاد كمان بالالماس والكريستالات، هي اكثر شيء استفاد منهم. وليفلو 65، يعني ممتاز. يعني بالنسبه هاي، بالنسبه للمحلي، اذا انتم عندكم بالمحلي عندكم اكثر، فرجونا عرضونا صور على مجموعتنا المغلقة عزام بومبيتش، اللي بحب يشاركنا يتفضل على المجموعة. بالنسبة للجلان، يعني انا اخذت 1 2 3 4 5، اخذت السادس انا، بس في عندي انا وابحنا، يعني انا وابحنا هذا السادس كمان، كمان وصل على 39، بس ابحنا يعني مع انه ما دخل، لازم هو اخذ قبلي، لا اخذت السادس هلا انا. بس في عندنا المتصدر الملك، هو وحش الزوكا عبد، بوجه له تحية كتير 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 كبيرة، أبو العز بوجه تحية. وفي عندكم هون تاني أمير الظلام وصل على 44 كمان، بقول له الله يعطيك ألف عافية وحش. وعندنا كمان ملوك الوفا، ملوك الوفا أنتم كمان وصل على 59، هو كمان الملوك الوفا بلعب كمان كلاش ريال. وفي عندنا أبو يوسف، وفي عندنا كمان أبو حنا، بوجه له تحية كتير كبيرة، وأنا مرة وجه تحية لي أنا السادس. وهي شباب الجلان، في عندنا كمان رامي وصل على 33 هون كمان، وينك يا مراد؟ مراد وصل كمان على 26، له يا مراد له. في عنا اياد وصل على 25، يعني مراد كتير مقصر، كتير كتير مو شوي، مع انه ليفلو 53 كويس، يعني كويس. وفي عنا هون شباب والامبراطور كمان، بس هون الشباب يعني معهم بس 17، يعني جدا سيء، 17 جدا سيء، يعني ال 20 سيء. مين وصل ال 20 هون شباب؟ وصلان كمان ال 20 سيء سيء، ال 20 سيء، يعني بعد 30، بعد 30 كويس. طب فرجينا هون نشوف بعد 30 مراد، يلا بعد 26.
عشان مراد ما يزعل. بس كويس يعني، هون الشباب الله يعطيهم العافيه. بس عندنا هون الملك المتصدر هو عبد. الاصدقاء انا مالي وصل لحسابي على الفيسبوك، هذا هو عبد الله هون المتصدر، يعني بوجه له تحيه كتير كبيره. عبد المتصدر الله، هذا السرطان شباب طال عمره، ما بعرف ايمتى بدي طاله، ان شاء الله سرطان تاني. طب خلينا نحكي شوي، ندردش شوي وفرجيكم الهجمات اللي ضلت 37. خلينا افرجيكم اياها، كمان هجمت الزوكا انا، يعني كان الزوكا هي كان متصدره بكل التحديد بكل الهجمات. الزوكا والحلقه هذول شباب متصدرين كل شيء، كان بس يعني اكثر شيء كان هجم حلقه زوكا، حلقه زوكا. واستراتيجيه الهوكا مروكا، انا اخطات بعض التعليقات، في واحد نبهني، الله تشوفوا صورته تشوفوا تعليقه، يعني قال لي ان انت قلت استراتيجيه الروكا، خطا شباب، هي اسمها استراتيجيه الهوكا، استراتيجيه الهوكا، وانا صح انا قلت استراتيجيه الروكا، اخطات يعني طبعا كنت مدموج كتير بالاحاديث، فهي اسمها استراتيجيه الهوكا، يعني هي المفتول والزوكا. فاكتر شيء استحلوا الصداره هن الحارقه والزوكا. فالمهم يا شباب، تحديث جديد هلا عم بجمع انا عليه، لسه شويه معلومات لسه ان شاء الله، ما بعرف هنهارين ان شاء الله طالع عليه تحديث جديد ايمت ما بنعرف، بس ان شاء الله تحديث جديد يضيفوا فيه السلاح اللي شفتوه، السلاح يعني سلاح الريحه. جد سبب سلاح يعني ريحه، بس ريحه يعني ما بدمر، ودمه كتير ضعيف، ما بدمر قد ما بيأذي اللي يعني، ما تشوفوا هيك انتوا تفكروا ان الدبابه بتبعد اني خليها تطير، لا من ريحه بتبعد هي. باشهد عبزت كيماوي ايش عبزت الله اعلم. فهذا التحديث الجديد ان شاء الله تضم هالسلاح هاد، وعنا الروبوت المخلوقات الطائره كمان، مع انه ما لقينا عليهم منفعه كثيره، يعني الرشاش والنار وكل شيء عبصيبون، قماص ما قماص مدفع كل شيء كل شيء بصيبون، ما لقينا عليه منفعه مثل عادي. فهذا التحديث الجديد ان شاء الله بجمع لسه عليه شويه معلومات ان شاء الله بعرضكم اياه، بس ما بحسب لكم ايمت لاني شركه سوبر سيل هي في العاده ما بتشرح بتقول ايمت طالعوا التحديث. طبعا شباب هاي الارض اخذت مورده كانت كتير كتير كويسه، كوشي مليون 700 ب 410 ب 520 ب 800، واخذنا هون خمس كريستالات، وهي عندنا هون 38، هي 38 ان شاء الله بدي انهي الفيديو فيها، كمان كان كتير صعبه بس في عالم والله ما شاء الله الله يطول عمرك 39، ولا هدول ايشو 39 ولا ايشو 49 ولا هدول واصلين على 58، يعني ضلوا هجمتين بصير ب 100 بمرحله 100، معناتها بومبي شد فيها السرطان شد فيه مراحل الله اعلم، يعني جد جد شركه سوبر سي عم تشتغل عم تتعب الله يعطيهم الف عافيه. حتى انا هجمتي شباب هي هجمتي قبل ما ينتهي السرطان باربع دقائق، صدقا قبل ما ينتهي السرطان اربع دقائق، ما كنت شايفين الصوره قدامكم، قبل ما ينتهي السرطان اربع دقائق هجمت على هي، يعني كان كتير كتير مضغوط، يعني كتير كتير مضغوط مو شلو مو شوي. ف حتى اللي عم تابعني اللي بيشتغل على كلاش رويال او بيلعب كلاش رويال ان شاء الله شباب بدي ارجع له بقوه، ارجع اطلع فيديوهات، بس بعتذر كتير اخرنا كتير كتير بكلاش رويال، وحتى اخرت كتير هالفيديو، بس قلت لكم يعني صار معي شويه ظروف، وان شاء الله ان شاء الله اطلع لكم فيديو عن تحديث جديد، وان شاء الله شو بده يطلع لنا، متأولين منه خير ما بنعرف. هذاك التحديث يعني من كتر ما قالوا لنا نحن نطلع تحديث 23 بس الاحصائيات اللي طلعت بهالتحديث الجديد هي تحسينات للوحدة الحربية، تحسينات للوحدة الحربية وتحسينات للاعضاء او تحدي جلانات، عشان يحطوا تحدي الجلانات، يصير تحدي جلانات بين بعضهم، يعني جلاني تحدى جلاني، مثلا عندي جلان وبجيب جلان تاني، مثلا جلان صديقة او جلان حدا بتحدى انا وياه ما بنعرف. وبدي تحديث 23 او بدي طاعونا في تسريع كمان علبة السرعة كمان ما بنعرف، يعني ما شو كسوبر سيل كتير 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 غريبة ما ايش بطالع ما بعرف. هاي المرحلة كمان شباب اخذناها، كان تحديث عفوا كانت مرحلة كتير حلوة، اخذت على 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 لساني كلمة تحديث. فالله بنشوف كمان هي موردة مليون 700 ب 410 كمان 500 ب 800 شوي. اوه انا مش واقف افرجيكم هاي كدي شفناها هاي تاني مرة ما بعرف هاي نفس الموارد. فالمهم شباب هذا كلمة هناك اليوم على الفيديو، برجع بقولكم اعذروني شو التأخير، وان شاء الله مطلع لكم شي كويس، وان شاء الله كان عن كلاش رويال، بوعدكم ان شاء الله بفيديوهات احسن من هدول عرضتهم ان شاء الله. شباب هذا كلمة هناك على الفيديو، لا تنسوا اشتراك بالقناة بشوف فيديو جديد، لا تنسوا اللايك كم هو لو هم تتابع القناة لازم ما فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.